إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 6 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للاستهلاك البشري ببلدية واد غير ولاية بجاية. تعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مفادها مرور شحنة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري بالمكان المسمى بوراسم بلدية واد غير. على الفور تم تشكيل دورية وتنقل إلى عين المكان، أين تم وضع نقطة مراقبة من خلالها تم توقيف شاحنة غير مجهزة بدون مبرد تنعدم لشروط النظافة المقتادة من طرف مالكها البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية بجاية. بعد مراقبة الصندوق الخلفي المركبة الذي ينعدم لشروط النظافة، تبين بأنه يحمل على متنه 6 قناطير من اللحوم البيضاء دجاج مذبوحة بطريقة غير شرعية.